نعود للعميد العميد عبد الهادي ساري الخبير العسكري السوري. أهلا بكم سيادة العميد إلى هذه الجولة الإخبارية، تسمعوني الآن؟ أهلا وسهلا، ما أسمعك. أوكي، أهلا بكم. إصابة جنديين أمريكيين بهجوم السادة فرات العسكري في الحسكة شمال شرق سوريا، كيف تقرأ هذا الهجوم في ظل قرار أمريكي الانسحاب من سوريا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع يعني قرار الأمريكي دونالد ترامب بالخروج من سوريا كان ربما قرار يعتبره الكثير بأنه أولا قرار غير مدروس، قرار مفاجئ، حتى أن المقربين بالنسبة لقرار ترامب كانوا متفاجئين من هذا الانسحاب من سوريا. وقال أيضا بأننا سنقاتل تنظيمات إرهابية في سوريا حتى لو لم نكن هناك موجودين في سوريا. بمعنى آخر أن أمريكا جاهزة لأن تنفذ عمليات عسكرية داخل أراضي سوريا من الحدود القريبة من سوريا، أو من طائرات ربما تكون على الأراضي التركية أو على أراضي غير الأراضي التركية. يعني أمريكا لن تترك المنطقة، وحتى الخروج من سوريا هو خروج أعتقد سيء جدا، ويمكن أن يلغى هذا الخروج حتى تكتمل الخطة بشكل جيد، أو خطة الرئيس ترامب بشكل جيد. وأعتقد أن العودة إلى سوريا والمكوث في سوريا أعتقد أنه سيأخذ وقت طويل إلى حد ما. نعم سيادة العميد، يعني هناك من يرى بأن الهجمات المتكررة على الجنود الأمريكيين تصب بمصلحة ميليشيا سوريا الديمقراطية. هذه الميليشيا ترفض القرار الأمريكي بالانسحاب، من المستفيد من هذه الهجمات برأيك؟ يعني الإدارة الأمريكية هددت الحشد الشيعي أكثر من مرة، وأعتقد أن هناك اتصال بين الأمريكان وبين رئيس الوزراء العراقي بتفكيك أكثر من ميليشيا منها أبو فضل العباس والجبال العراقيين، وأكثر من حركة موجودة يعني تضم الحشد الشيعي. لكن العراق هو اقل، او الإدارة العراقية او الحكومة العراقية اقل من ان تتصرف باقل من ان تتصرف بحل هذه الميليشيات، وبالتالي امريكا جاءت في اضعاف هذه الميليشيات وتفكيكها. اعتقد ان طلبات التفكيك على الحشود هذه هي لاضعاف هذه الحشود ولتفكيكها، وهذه رسالة الى كل يعني الحشود العراقية او الحشود الداخلة الى سوريا في تفكيك نفسها التي هي تساند او التي هي موالية لايران. يعني اعتقد انه الان امريكا جادة في تحكيم الدور الايراني في سوريا الى قطع يد ايران في المنطقة، وهذا دليل على الهجمات التي نعم هذا الذي اريد سؤالك عنه. يعني هل هذه الهجمات الصهيونية تعتبر بانها من تحجيم الدور الإيراني في سوريا؟ أنت سألتني عن الطائرات أو الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية. أول شيء نتفاجأ بالهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، هذه هي ليست أول مرة ولا تكون آخر مرة. ومنطقة مطار دمشق الدولي ومحطة مطار دمشق الدولي وطريق دمشق بيروت هو مكان ساخن ومكان مرور شاحنات الذخيرة والسلاح من إيران إلى بيروت ومن إيران إلى المستودعات المتواجدة قرب من مدينة دمشق، لأن الإيرانيين ينظرون إلى مدينة دمشق بأنها مكان لتواجدهم ومكان صنع القرار في سوريا، وبالتالي هم يريدون السيطرة على مدينة دمشق. إسرائيل عندما قالت بأننا سنبعد الميليشيا الإيرانية أكثر من 80 كيلومتر، طبعا إيران ترضى ولن تقبل بهذا الموضوع، وهي متواجدة حتى على الحدود مع الجولان المحتل. إسرائيل هي جادة بأن ترفع الغطاء عن بشار الأسد في لم يتم الانفكاك أو لم يتم إبعاد الإيرانيون من سوريا. نعم. هل ترى هذه الهجمات الصهيونية على دمشق انها تقوي من موقف النظام السوري؟ بعض الدول باتت تطالب بعوده النظام الى الجامعه العربيه، لبنان طالبت رسميا بعوده النظام الى مقعده في الجامعه العربيه. يا سيدي، يعني الذي يقرا الخارطه الصحيح جيدا يرى بان اسرائيل هي من تحت نظام بشار الاسد، واسرائيل
من تدافع وتغطي بشار نظام بشار الاسد سواء من سابقا او مع بدايه الثوره الى يومنا هذا. الهجمات الاسرائيليه على الاراضي السوريه لن تقوي بشار الاسد، ربما تعطيه شرعيه بقيه. واسرائيل ايضا ترى في ارتباط نظام بشار الاسد مع حكم الملالي في طهران هو يعني ينذر بخطر على هذا النظام. وبالتالي تريد ايران رغم انه هناك تواصل او انه هناك يعني تفاهم ايراني اسرائيلي امريكي، الا ان ايران تريد ان تتخطى الخطوط الحمراء المرسومه لها. وبالتالي ازعاج الاداره الامريكيه والاسرائيليه من ايران جعل من هذه الضربات او من هذه الضربات الجويه يعني تقليل اضعاف ايران في المنطقه. السلام. وصلت الفكره العميد عبد الهادي ساري الخبير العسكري السوري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.